احمد فتوح على المستوى الرسمي ما فيش حد هيتكلم في الاهلي بشكل مباشر او غير مباشر الا في يناير. لكن في ناس من بره النادي بتتواصل مع فتوح. بتتواصل مع فتوح. هختلف مع صديقي هواري، ما فيش حد متحفظ باي شكل من الاشكال على ضم فتوح جوه النادي الاهلي. المطالب الماديه بس اللي هي ممكن تبقى فيها كلام، لكن اي حاجه تانية تخص اللاعب، معظم لعيبه النادي الاهلي ولعيبه نادي الزمالك بيبقوا موجودين مع بعض. وبعد كده دلوقتي الوقت الدنيا بقت مفتوحه. يعني هل فتوح انت كنت سمعت ليه مشكله من وقت ما طلع الا المشكله الاخيره دي؟ ملوش مشكله. حتى المشكله السابقه ما كانت راجل اتورط فيها وطلع قال عليه كلمتين في التلفزيون، ما كانش مش من اخلاق اللاعب. كمان حتى فيتوري نفسه المدير الفني للمنتخب طلع في المؤتمر الصحفي الاخير قال لك انا اللعيبه موجوده معايا في في المعسكرات، محمد صبحي واحمد فتوح ما حصلش اي مشكله منهم والاثنين ملتزمين جدا. فاحمد فتوح هناك يعني هناك مش عايز اقول حمله، هناك يعني قطاع كبير عايز يشوه اللاعب ويوصل لك صوره انك تبقى في اجماع راي عام ان اللاعب غير ملتزم. وانا نفسي افهم هو كان غير ملتزم لحد بس ما ساب المعسكر، وده خطا على فكره. يعني ده ما حدش يقبله انك تسيب المعسكر حتى لو كان زي ما هو، يعني المباراه اللي بتطلع ان علي فلوس وطالب مش مضمون، لكن في اتجاه كبير جدا جدا يحاول يشيطن احمد فتوح لمجرد ظهور اسم النادي الاهلي. طيب العلاقات الكويسه بين الاهلي والزمالك، طب ما الزمالك بيتكلم مع محمد شريف، هل ده مش على، هتقول لي مش على قوتك، بس اللاعب في بند في عقده. هتقول لي العقود دي بنود اذعان، بس البنود دي ما يعني هو مضى عليها والنادي مضى عليها وانت مضيت عليها.